أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة، ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة عن التعرف على معاني المدراء في أخلاقيات المؤمنين، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. هناك فرق أيها الأحبة بين المرونة والمدراء والمداهنة. فالمداراة للناس لغة كما يقول ابن منظور تعني المداراة في حسن الخلق والمعاشرة مع الناس بشكل عام، ولذا يقول دارأته أو داريته أي اتقيته. فالمدراء اصطلاحا هي من أخلاق المؤمنين، وهي تأتي من خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة كما يقول العلماء. فالمدراء هي الرفق بالجاهل الذي يستتر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائر، والملاطفة في رد أهل الباطل إلى مراد الله سبحانه وتعالى بحيث نأخذهم باللين بالكلام. ولذا يقول ابن حجر المدراء تعني الدفع برفق. فالمدراء هي كلمة تعني الملاينة والملاطفة بحيث نرجع الناس إلى الحق. المدراء إذن أيها الأحبة هي خلق ومعاملة وممارسة وفكر يساهم في التلطف بالمدعو وإظهار البشاشة له ومراعاته دون إخفاء أو تحسين له الخير بحيث يبعد عن الباطل. ولذا يقول العلماء أن المداراة تأتي على عدة معان وأشكال، فمنها المداراة بمعنى حسن الخلق والمعاشرة مع الناس، ومنها المداراة بمعنى الدفع برفق، ومنها المداراة بمعنى الملاينة والملاطفة وإظهار البشاشة. والمداراة أمثلة تطبيقية في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أفرد البخاري في صحيحه بابا كاملا بعنوان المداراة مع الناس، وأورد فيه حديثا الذي رواه عروة بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس
اتقاء فحشة. أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي. ومن الممارسات الجميلة التي كانت منتشرة في مجتمعاتنا السابقة في مفهوم الكلام الجميل هي الكلمات التي كان يستخدمها الآباء والأجداد، في الحقيقة تجمع الألفة بين الناس وتتغلب على الكلام الجارح المؤلم في مجتمعاتنا. ومن هذه الكلمات التي ما زلت أذكرها كلمة سم، وكلمة لبيه، وكلمة أبشر، وكلمة تامر أمر، وكلمة مرحبا، وكلمة بالتوفيق، وكلمة شكرا، وكلمة ما شاء الله، وكلمة حياك، وكلمة اطمئن. كلمات طيبة كان يقولها الأولون بعفوية وبكلام طيب، كانت صدقات تنتشر بينهم يتبادلونها في الخير وفي كل المناسبات. فكلما نشرنا أمثال هذه الكلمات اليوم أيضا في مجتمعاتنا واحتسبنا أجرها، لا شك فإنها ستساهم في بناء ثقافة المدراء في مجتمعاتنا. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى عن تلك المجتمعات التي تستخدم الطيب من الكلام: وهدوا إلى الطيب من القول. فلين الكلام مع الناس وبين الناس يأتينا بجبال من الحسنات، بحيث يجعل في الحقيقة مجتمعاتنا مجتمعات منتجة متحابة، كالطيب والبخور الذي نتبادله بيننا وبين البعض في المناسبات. ولذا يقول الشاعر أحد شعراء الدولة العباسية صالح بن عبد القدوس: وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب، واحذره إن لاقيته مبتسما، فالليث يبدو نابه إذ يغضب. إن العدو إذا تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب، وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. قصتنا اليوم قصة حقيقية عن مدرس لمادة اللغة العربية في نهاية الفصل وقبل الاختبارات النهائية بأيام، حضر الفصل وإذا به يقال له أن سيكون هنالك موجهان سوف يأتيان لتقييم أداء هذا المعلم. لذا فإن هذا المعلم أراد أن يبين لهؤلاء الموجهين كيفية قيامه بالتعليم في الفصل من ناحية الشرح وتوصيل المعلومة للطلاب. فبدأ المعلم بالشرح، فقاطعه طالب من طلابه قال: يا أستاذ، العلوم مادة صعبة. فما انتهى من كلامه إلا وتكلم الطلاب، جميع الطلاب مؤيدين لهذا الطالب. سكت المعلم قليلا فقال: حسنا يا طلاب، لن أشرح اليوم. وهو يقول ذلك أمام الوجهان الذين كان ينظران إلى تفاعله مع الطلاب، ولكن سأطرح لغزا وأريد منكم حله. انظروا إلى فقه المدراء الذي استخدمه المعلم مع تلامذته. فطرح المعلم اللغز، وقد كان الموجهان مستغربان إلى ما يقوم به هذا المعلم. طرح هذا المعلم اللغز، وكانت عبارة عن رسمة، رسم زجاجة وبداخل الزجاجة دجاجة، وبعد أن رسم الزجاجة وبداخلها الدجاجة على اللوحة قال لطلبته: من منكم يستطيع إخراج الدجاجة من الزجاجة بدون قتل الدجاجة أو كسر الزجاجة؟ بدأ الطلاب بالإجابات وكلهم يحاول أن يجيب هنا وهناك. فانسجم الموجهان مع هذا اللغز، يريدون معرفة كيف ستخرج الدجاجة بدون كسر الزجاجة. فكل مرة يردد المعلم أنه لا يستطيع الطالب خرق الشروط، وهذا يدل على أن إجابتهم خاطئة. فبعد محاولات فاشلة في حل اللغز أجاب طالب
أن الحل هو عدم المبالاة. فقال له المعلم: كيف؟ قال: أن نجعل مواضع الدجاجة داخل الزجاجة أن يخرجها. فضحك الطلاب كلهم على حله، فصرخ المعلم مؤيدا لهذا الحل: نعم، هو الجواب الصحيح، فمن وضع الدجاجة في الزجاجة هو وحده من يستطيع إخراجها. حيث أراد أن يقول هؤلاء الطلاب أنه مهما كانت اللغة العربية من مستوى، إذا أنتم نظرتم إلى اللغة العربية أنها لغة صعبة، فمهما شرحت لكم وحاولت تبسيطها فلن أفلح إلا إذا أخرجتم من رؤوسكم هذا المفهوم الذي وضعتموه في أنفسكم وبداخلكم، حيث أن الأصل أن نفهم أن اللغة العربية لغة محببة، وبالتالي هذه من منهجيات المدراء التي يفترض أن نتعلمها، بحيث نسحب الناس من منطقة الشر إلى منطقة الخير. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم آمين. متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.